تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. منذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بال الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضراتكم جميعا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء.